للمزيد عن هذا الموضوع نرحب معنا من العاصمة تونس بهدى الناصري، وهي صانعة محتوى ومطلقة حملة استهلك تونسي. أهلا وسهلا بك معنا. إذا هذه ليست المرة الأولى التي تطلقين فيها حملة استهلك تونسي، سبق وروجت لها عام 2019. لماذا وجدت اليوم أنه من المهم التذكير بها من جديد؟ عسلامة ومرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. التشجيع على المنتوج التونسي وعلى استهلاك المنتوج التونسي هو واجب لكل تونسي موجود على أرض هذه الوطن، بالخصوص اللي احنا عندنا أزمة اقتصادية، والأزمة لتو ما تصلحت، دونك شوية من الدولة وشوية من الشعب. دونك احنا كشعب لازمنا ديما نشجعوا الانتاج التونسي والاستهلاك التونسي والمنتوج التونسي. المنتجات المستوردة وبعضها يوصف بمنتجات عشوائية، كيف تسببت بإغراق السوق المحلية بسلع هي أصلا تصنع محليا، وبالتالي كيف أثر كل هذا على الاقتصاد الوطني؟ للأسف عنا التجارة الموازية، ما احنا دولة وشعب نحاولوا انه ديما نلوجوا على المنتوج التونسي وعلى استهلاك المنتوج التونسي، نشجعوا الحرفيين نتاعنا والمصنعين نتاعنا انهم يحسنوا في المنتوج باش التوانسة يستهلكوا منتوج تونسي خير من المنتوجات المستوردة اللي للأسف غذت السوق التونسية. طب ما هي المعايير التي تدعون المواطنين التونسيين إلى أخذها في الاعتبار قبل الشراء؟ قبل شراء الجودة حاجة مهمة على الأخر، والحقيقة المصنعين التونسيين قاعدين يخدموا على جودة المنتوج وعلى السوم مقابل الجودة، اللي هي حاجة باهية، واللي من وقت اللي أطلقنا حملة الاستهلاك التونسي والتشجيع على الاستهلاك التونسي قاعد فما تجاوب من المصنعين التوانسة لتحسين المنتوج باش الرواد التونسيين يشريوا منتوج تونسي قبل ما يغزروا للسلع الأجنبية. طيب هدى، كيف يمكن تسهيل إيصال المنتجات التونسية من المنتج المحلي إلى المواطن التونسي؟ والله انا نشوف اللي توا بحكم كل شيء على مواقع التواصل الاجتماعي، انا نشوف اللي حاجة مهمة على الاخر انه المؤثرين التونسيين اللي عندهم نسبة مشاهدة برشا على مواقع التواصل الاجتماعي انه يشجعوا المنتجين التوانسة، المصنعين الصغار اللي ما عندهمش الفلوس معناها باش يعمل اشهار، ودورنا كمؤثرين انه نشجعوهم باش يوصل المنتوج متاعهم. تبقينا معنا هدى، ونرحب معنا بمجموعة من الضيوف ينضمون إلينا عبر تطبيق زوم. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأبدأ بالسيد لطفي الرياحي وهو رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. أهلا وسهلا بك معنا، يعني ما هي الخطوات التي تتبعونها لتشجيع المنتجات التونسية؟ بالنسبه للمنظمه التونسيه لارشاد المستهلك، نحن نشجع المستهلك التونسي على اقتناء المنتجات التونسيه، وبدورنا نطالب الدوله بعدم توريد اي منتوج له مثيل في تونس، بالتالي تشجيعا للصناعه التونسيه للنسيج الصناعي التونسي، باش نجموا كيكا نحاولوا كيفاش المنتوج التونسي يكون هو في الصداره، وبالتالي نحن نشجع المستهلك التونسي على اقتناء المنتوجات التونسيه. نعم، هل تتخذون اي اجراءات في هذا الاطار؟ نعم، الاجراءات اللي ماخذينها كونه نحاولوا كيفاش ناثروا باش الدوله ما عادش تورد منتوجات تونسيه، منتوجات لها منتوج مثيل لها في تونس، وبالتالي تشجيعا للمنتوجات التونسيه. من خلال اي خطوات سيد لطفي؟ يعني هناك منافسه شديده، كيف يمكن زياده الثقه بالمنتجات الوطنيه، وايضا كيف يمكن ربما تعزيز مكانة الحرفيين؟ تعزيز مكانة الحرفيين بالنسبة لنحن هو بالإقبال التونسي على المنتجات التونسية، وبالتالي دعم للنسيج الصناعي التونسي. بالطريقة هذه نجم المنتوج الصناعي التونسي يكون هو في الصدارة، وهنا نحث المستهلك على استهلاك المنتوج التونسي، وندعو الدولة إلى عدم توريد أي منتوج له مثيله في تونس. شكرا لك، وأنتقل إلى وصال فهمي وهي صاحبة مشروع لصنع البسكويت بالنخالة. أهلا وسهلا بك معنا. ما هي الاستراتيجيات التي تعتمدونها اليوم للتسويق لهذا المنتج الصحي؟ هل تجدون إقبالا من قبل المواطنين، وهل من عقبات تودين الإشارة إليها؟ مرحبا بكم.
المنتوج الصحي متاعنا نحن نبيعه فيه في تونس، هو منتوج 100% تونسي، واكيد نحن معناه بالدوره متاعنا انا نشجع اي تونسي ممكن ياخده. نبيعه من خلال اكبر باتيسري موجوده في تونس هي غورمانديز، والا بالديجيتال نبيعه بالشكل ذاك، ونطلبوا من الدوله التونسيه انها توفر لنا المواد الاوليه خاصه التونسيه باقل اسعار من المستورد، مش ممكن للتونسي ممكن انه يستهلكها ويشريها. بالنسبة للوقت الحالي أغلب البسكويت المتوفر هو بسكويت مصنوع بمواد كيميائية مستوردة، ويقعد برشا في المواد الحافظة اللي هي ضد الصحة، فمن المستحسن أن ما نستعملوهاش. شكرا جزيلا لك وصال، وأنتقل إلى سفيان بن جمرة وهو سفير اللباس التقليدي التونسي في العالم العربي. أهلا وسهلا بك معنا. يعني كما عهدك، التونسيون تحرص دائما على ارتداء اللباس التقليدي وعلى نشر الهوية الوطنية وترويجها. أخبرنا كيف يبدو الإقبال على هذا اللباس من قبل الشباب في الداخل وفي الخارج كذلك؟ السلامة وتحياتي من تونس الخضراء إلى التلفزيون العربي وجميع المشاهدين العرب من المحيط إلى الخليج. أهلا بك. عايشك. والله الحمد لله، هي رسالة. أنا كان عندي تحدي منذ أكثر من 20 سنة هو التعريف باللباس التقليدي التونسي اليدوي الصنع 100%، يعني 100% هاند ميد، لانه للاسف كما كنت تتحدث سيادتك هو الغزوة والهجمة للمواد الصينية، ويعني تو مؤخرا ولت تقليد من دول مجاورة وصديقة كالمنتوجات التركية للأسف. لكن أنت وحدك احنا نقول القطعة تنطق، يعني تتكلم بروحها. يعني لما تشاهد لباس تقليدي يدوي من الألف إلى الياء بأصابع وأنامل تونسية بكل حب وصدق وإخلاص يعني مصنوعة، وتشوف المنتوج نفسه يكون يعني مصنوع بالماشين، يعني مش مصنوع يدوي، يعني وحدك انت كمشاهده من بعيد تقول فرق كبير، فرق بين البحر والنهر. كما قلت يعني على الانفتاح العالمي هذا، صعب ان نتواجد في موجه. انا شخصيا يقولوا لي يعني تعبت شويه لاني اخذت لقب سفير لباس تقليدي تونسي، لاني ضد التيار، والتيار قوي برشا برشا، يعني برؤوس اموال واموال طائله عالميه، يعني تحاول انها تبعد كل ما هو هويه، كل ما هو تراث، وتحاول انها ترده كله مصنع. يعني للاسف فما حاجات انت تقول هذه منتوج لبنان، منتوج مغربي، منتوج تونسي مصري، احنا نفتخر به. يعني لو احنا نقعد نشاهد كلنا مربعين ايدينا وعلى الدنيا السلام، فالحمد لله يعني بمجهوداتي الخاصه المتواضعه طب صحه سفيان، ما هي اشكال نجمتش وحدي الدعم التي مجهودات شويه يحتاج ديال اليها الصناعه التقليديه. حرفيو هذا القطاع؟ والله الدعم خاصة توا يعني ولا عندنا تعبنا برشا خاصة بعد كوفيد، يعني الفترة دي كان إن شاء الله ما نعاودوش نشوفوا كيفها، على خاطر كل الحرفيين تعبوا برشا، لأنه الدعم اللي نطلبوه مثلا دعم مادي، ونطلبوا المواد الأولية. أنت تعرف أنه إحنا مثلا القطعة دي من حرير من الألف إلى الياء، يعني القماش كل شيء، والحرير لو حبينا أو كرهنا الحرير الأصلي، ما نقولش المنتج اللي يتصنع في الصين، لكن الحرير ديما نعرفه أكبر منتج للحرير في العالم هو الصين. طوع عنا مصاعب كبيرة في تطوير العملة الصعبة واستخدام الحي الاصلي، باش نعملوا به برشا مواد اوليه. نطلبوا من الدوله التونسيه توفير التشجيعات للحرفيين، ولما لا فتح اسواق واعده، وخاصه التشجيع على التكوين المهني للابصار، على خاطر نحسوا انها تندثر شويه شويه. نعم، شكرا لك سفيان. وانتقل الى مبروكه خضير وهي صحفية تونسية، أهلا وسهلا بك معنا مبروكة. ما أهمية دعم هذه الحملة، حملة استهلك تونسي، وباعتقادك أي خطوات أيضا حكومية مطلوبة هنا لحماية الحرفيين التونسيين وأيضا أصحاب المهارات اليدوية؟ أهلا وسهلا، شكرا، مساء النور لك ولكل ضيوفك الأعزاء من تونس ولهذا الجمع الكريم الذي يدافع عن المنتوجات التونسية.
ربما أضيف إلى الأستاذ بن جمرة حديثي، أنا أقود منصة إعلامية مختصة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وكثيرا ما نتحدث عن المشاريع البيئية التي تعتمد مثلا على المنتجات الغذائية التونسية التي تعتمد أيضا على كل ما هو صحي في ظل كل هذه التغيرات المناخية، وفي ظل الاستعمال المفرط للمبيدات، وكذلك استيراد العديد من المواد التي ليست بالضرورة صحية لصحة المواطن التونسي. وأعتقد أنه التعويل اليوم على مثل هذه المشاريع التي تعتمد على منتجات تقليدية تونسية من المطبخ التونسي ومن المنتجات الفلاحية ذات الجودة العالية، يمكن أيضا أن يدعم توجهنا نحو استعمال يعني منتجات تونسية صرف. وبالتالي أعتقد أنه اليوم إضافة إلى الملابس وإضافة إلى كل ما هو التراث في مجال الملابس التقليدية، هناك أيضا تراث يخص المطبخ التونسي ويخص استعمالاتنا أيضا للمواد التي يمكن أن نستعملها، وهي مواد فلاحية ذات جودة عالية حتى على مستوى صحة الإنسان. وبالتالي أعتقد أن الدولة اليوم لابد أن تتخلى عن سياسة استيراد كل ما نحتاج إليه من مواد أولية، وتستثمر في كل المبادرات التونسية التي تريد أن تثمن مثل هذه المنتوجات. أذكر أنه منذ مدة قليلة كنا قد اشتغلنا تقارير إعلامية حول الدرع وحول الخروب التونسي وحول البسيسة التونسية وحول الهريسة التونسية التي صنفت مؤخرا كتراث عالمي في اليونسكو. وبالتالي تونس اليوم تزخر بهذه المنتجات التي يعترف بجودتها على مستوى دولي، ولا بد من أن يكون هناك محاولة خاصة لتسويق هذه المنتجات. أعتقد أن من التقيناهم خلال اشتغالنا على العديد من المنتجات التقليدية التونسية يشتكون اليوم إمكانية التسويق وإمكانية التصدير أيضا لهذه المواد، لأنه عملية التصدير أيضا عملية شاقة وتحتاج إلى بيروقراطية كبيرة جدا. ونتمنى أن نرى منتجاتنا التونسية أيضا تنير على منتجات في الخارج. لماذا نحن نستهلك ما يورد إلينا من الخارج؟ لماذا لا نكون نحن من يصدر هذه المنتجات، وهي منتجات جميلة وجذابة وصحية وفيها بالفعل. الكثير من الحرفية والاحترافية والمهنية؟ شكرا جزيلا فأعتقد لك، أن هذا ما مبروكة، نحتاج إليه وشكرا هو مسألة لإضافتك. التسويق. أعود إلى هدى الناصري. هدى، هناك تفاعل كبير مع هذه الحملة، حملة استهلاك تونسي. ما هي الخطوات المقبلة بالنسبة إليكم؟ احنا تو تزامنا مع عيد الاضحى المبارك دي معانا حملات تشجع انه نعاونوا توينسا في بعضنا، واللي التونسي للتونسي رحمه، بالخصوص في المناسبات الكبرى. دونك حاليا احنا قاعدين طلقنا حمله عيد الاضحى المبارك لاقتناء الاضاحي للايتام واصحاب الحق، ونحن مواصلين فيها ان شاء الله الى اخر يوم. وبعد العيد ان شاء الله ننطلقوا في تشجيع الحرفيين التوانسة والمواد اللي تخرج برشا في الصيف، كيما المظلة كيما القفة، باش نشجعوا التونسيين انه يشراوا المنتوجات التونسية. شكرا جزيلا لك هدى الناصري، صانعة محتوى ومطلقة حملة استهلك تونسي. يعيشك والشكر يعيشك لكم ضيوفنا عبر تطبيق زوم.